كنتي ليه كنتي بتزعلي ماما؟ ما كنتش بزعق لماما ولا حاجة. على فكرة أنا سمعتك كنتي بتزعلها عشان كنتي بتقولي مش عايزة أي مساعدة منها. على فكرة ماما شاطرة بتساعدني في حاجات كتيرة وأنا بساعدها ساعات. تحبي أنا أساعدك؟ لا شكرا، مش عايزة مساعدة من حد. هو انتي ليه غلسة كده؟ غلسة ازاي يعني؟ غلسة يعني لما حد يكلمك مش بتكلميه وبتضايقي ناس. على فكرة انتي زي المايل اللي معايا في المدرسة، بتضايق كل البنات ويعني عشان كده معهاش أي أصحاب. مش يمكن مايا دي مش غلسة وفي حاجة مضايقاها؟ طب هي متضايقة ليه؟ ما تقول لنا.